تعد الرياضة التي دعانا لها ديننا الإسلامي لتعلمها تعد من الأنشطة التي تنعكس على صحة الجسم المدنية والعقلية والاجتماعية، وللتمارين الرياضية قدرة هائلة على مواجهة الكثير من الأمراض، كما تساهم اللياقة البدنية اليومية على قدرة الجسم للعمل بكفاءة وفعالية وتحافظ على الجسم مثالياً. وللرياضة النسائية دورها في تعزيز هذه المفاهيم وبالتالي نشر ثقافة الرياضة لكلا الجنسين. ورغم الفوارق الماثلة في قلة مشاركة النساء في الألعاب الرياضية عالميا لأسباب عديدة، إلا أن ثمة فرق واتحادات نسائية تناضل وتزيد من معدلات المشاركة. وفي خضم هذا النضال برزت المرأة في بعض الدول لتحتل مقعدها بفضل الجهود المبذولة في هذا الشأن، ويلعب الدور الاجتماعي في بعض البلدان العربية عاملا انتقائيا وفكرة نمطية لممارسة ومشاركة المرأة في الألعاب الرياضية. ولكن تظل الأندية والمراكز الرياضية النسائية ذات دور كبير وفعال، وكذا المهتمين في السوشيال ميديا وأدوارهم العظيمة في نشر وترسيخ الثقافة الرياضية.